سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحة وعافية. اليوم نقدم لكم واحد طويجين تيجي لذيذ، تنتمنى يعجبكم. طاجين ديال الحوت تيجي لذيذ. بالنسبة للمقادير، عندنا الحوت ديال الفرخ منقي ومغسول مزيان وقطعته قطع صغيرة. عندنا التوابل، عندنا معلقة صغيرة ديال سكنجبير، ونص معلقة صغيرة البزار، معلقة صغيرة عطرية الحوت، قزبر يابس، ومعلقة صغيرة الخرقوم، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة والملحة، وجوج ريوس ديال الثومة محكوكين، قزبر ومعدنوس مقطع، نص كاس ديال الزيت البلدية، صوص صوجا، وعصير الحامض. بالنسبة للطريقة، تنديرو قزبر ومعدنوس مقطع، تنديرو الثومة، تنديرو التوابل. اللي ما عندوش العطرية ديال الحوت يكتفيه بالعطرية العادية. تنديرو صوص الصوجة، واحد معلقة صغيرة، وعصير الحامض، تنخلطو هاد المكونات مزيان، وتنضيفو نص كاس ديال الزيت البلدية، واللي ما اشترك في القناة يشترك فضلا وليس أمرا. نشكركم على التعليقات الغزالين ديالكم. من بعد تنجيبو الحوت وتنشرملو الحوت ديالنا. الحوت على حسب كل واحد أفراد العائلة. هاد الطويجين تيجي لذيذ، حتى تنكملو تنخليوه في ديك التشرمولة واحد تقريبا واحد نص ساعة ولا ساعة، حتى تيشرب ديك التشرمولة. أنا نشرب معكم الحوت ونتلاقاو. من بعد ما شربنا الحوت وخليناه واحد نص ساعة تقريبا، نجيب الطويجين ديالنا، تنديرو فيه واحد البصلة كبيرة قطعتها شنايف، تنضيف واحد ثلاثة خيزويت مقطعين دوائر، نحطوه في الطاجين ديالنا مزيان، من بعد تنضيفو
واحد الفلفله مقطع دوائر، تنضيفه شويه من فوق الخيزو، واللي تبقى لي غادي نضيفه من فوق الحوت. وتنحط الحوت ديالنا في الطاجين، حتى نكمل ونصطفو الحوت ديالنا في الطاجين. بعد ما صطفنا الحوت ديالنا في الطاجين، ديك الشرمولة اللي بقاتنا تنخويها فوق الحوت. ما سنضيفو لا ما والو، لا والو، ديك الشرمولة كافية. انا من بعد تنضيفو واحد 3 وريقات ديال سيدنا موسى، وتنضيفو ديك الفلفلة اللي بقات لنا من فوق الحوت. مع الطاجين خفيف ظريف، واللي ما اشترك بالقناة يشترك، والبارتاج للفيديو باش يوصلكم الجديد ديالي. وتنضيفو زيتون اخضر من الفوق، ونحطو فوق البوطه ونخليه يطيب ونغسلو. العافية العافية تكون مهيلة، ما نضيف لا ما لا والو، داك الماء داك الشرمولة كافي. يعني البصلة تطلق الماء، خيزو تطلق الماء، حوت كذلك تطلق الماء، ونخليه يطيب على خاطرو. وهالحوت ديالنا من بعد ما طاب نخليو هاد المريقة تشرب شوية، وضفت واحد مطيشة من الفوق. وهاد الطويجين ديالنا من بعد ما طاب تيجي لذيذ. تنتمنى يعجبكم، وبالصحة والراحة. تنشكركم بزاف وشكرا لكم، ومع السلامة إلى فيديو جديد إن شاء الله.